تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس أو له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أنا رحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم، فريق العمل المبدع في فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أيضا مستمعينا الأعزاء، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ونرحب بمشاركاتكم معنا خلال الساعة هاي على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، نحب أن ننوه بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة، وأيضا أصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19. وأيضا دائما نذكركم مستمعين الأعزاء بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حذرين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وأيضا لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. أما الآن نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء فقرة الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم أفراد المجتمع، أبرز المواضيع والأخبار أيضا التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هاي الحلقة بنستعرض أيضا أحدث خدمات عيادة طب الأسنان اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لمتعامليها، وبنستعرض كذلك إلى أهمية أو الأهمية الغذائية والصحية للشوفان. ولدينا أيضا فقرة مهمة اليوم بنتناقش فيها أمراض الدم والأورام عند الأطفال وأهمية الاكتشاف المبكر. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما ذكرناكم أو دائما نرحب بتواصلكم معنا على برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبناخذ مستمعينا الأعزاء خبرنا لهذا اليوم تحت عنوان المشروبات الخالية من السكر قد تزيد أيضا خطر الإصابة بمرض السكري. يدل داء السكري من النوع الثاني مستمعين الأعزاء أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الخلايا لا تمتص الأنسولين الذي ينتجه، ويعتقد أن قرارات نمط الحياة غير الصحية تلعب دور في الإصابة بالمرض. لذلك قد يكون اتباع أسلوب حياة صحي بمثابة حاجز ضد الحالة المزمنة، وقد يبدو اختيار ما يجب تضمينه وما ينبغي تجنبه أمرا سهلا بدرجة كافية، ولكن يصعب أيضا تصنيف بعض العناصر.
وأوضح الدكتور إيان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هايبرتيول إن المشروبات الخالية من السكر قد تبدو أيضا صحية، ولكنها غالبا ما تحتوي على محليات خالية من السكر. وفي الواقع يستشهد الدكتور براينت بدراسات تظهر إن استخدام المحليات مثل السكر اللوز قد يزيد في الواقع من خطر أيضا الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وزيادة الوزن مستمعين الأعزاء وأمراض التمثيل الغذائي. أيضا تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون بدائل السكر يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام في بقية وجباتهم بشكل أساسي للتراجع عن أي تأثير إيجابي قد يكون لديك على تناول السعرات الحرارية. فمثل ما ذكرنا مستمعين الأعزاء بأن أيضا يعني أو بعض الناس تعتقد بأن المشروبات الخالية من السكر قد لا تزيد، ولكن حسب الدراسة ممكن أن تزيد. ونحن دائما نذكر بأن الإفراط في كل شيء يكون له أعراض جانبية، فدائما نذكركم مستمعين الأعزاء بالتناول الأغذية اللي فيها يعني تجانس وفيها أيضا تنسيق في التغذية. ناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعين الأعزاء ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها اليوم على صفحات هيئة الصحة بدبي، ودائما مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسعادة. اليوم يعني يوم الأحد وبشارتكم بداية يعني سعادة وسرور ورضا إن شاء الله على كل هذا الأسبوع اليوم إن شاء الله. في البداية نحب نشكر كل المتعاملين اللي يعني حاليا يتلقون تطعيم ويعني يحطون مشاركاتهم الإيجابية على قنوات التواصل الاجتماعي. كل رسائلكم توصلنا ونحن فعلا سعداء أن الخدمة نالت على إعجاب الجميع الحمد لله، ومن ناحية السرعة والدقة يعني التواصل والتنظيم. أيضا من ضمن يعني هاي من الرسائل حبينا نشكر كل المتعاملين. أيضا من ضمن الرسائل الأساسية نحن يعني صح أن تطعيم كوفيد موج يعني بدأ، لكن يعني هذا مو يعني نحن ما نلتزم بالإجراءات الوقائية. جدا مهم جدا مهم يعني نحن لاحظنا زيادة في الحالات، نتمنى من الجميع الالتزام يعني بلبس الكمامة، تباعد الجسدي وغسل يدين باستمرار، وهذا يعني عشانهم وعشان غيرهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطين أنه يعني بعد الإقبال الكبير على التطعيم تم توسعة واستحداث موقع جديد للقاح فايزر بيونتك المجاني والاختياري في دبي، وهو مركز الصف الصحي. ولكن بعض المتعاملين توقعوا أنه ممكن الواحد يصير بدون أخذ موعد، لكن في هيئة الصحة جميع الخدمات اللي تقدمها لازم يكون في موعد مسبق بالأخص التطعيم، وهذا يعني نحن دائما نأكد عليه أنه لازم يأخذون موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال رقم المجاني. يعني فاللي يوضع عشان يعني أو الاستفسارات اللي وصلتنا أنه هل هو ووك إن، هو مش ووك إن، هو لازم يكون جميع الخدمات تمر على لازم يكون فيها موعد مسبق، والتطعيم ممكن يأخذونه من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال رقم المجاني. فهذا حسب انه ما يسيرون ويضيعون وقتهم، واخشى ما يقدرون يحصلون التطعيم لانه يعني لازم يكون في موعد، ولازم يجاوبون على الاسئله التقييميه قبل اخذ الموعد حسب يعني يتاكدون انهم هل هم من فئات المستثنى او من فئات اللي ذات الاولويه. ايضا من ضمن الاشياء اللي صارت خلال الفترة الماضية هو تمكن فريق طبي من مستشفى راشد من إجراء أول عملية بتقنية متطورة جدا يتم استخدامها لأول مرة خارج أمريكا الشمالية لتحفيز العصب العاشر لعلاج أمراض الصرع، وكان لمريضة مواطنة عمرها 14 سنة كانت تعاني من الصرع المستمر المقاوم للعلاج بالأدوية. فهي من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الاهتمام بصحتهم وصحة اللي حولها، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء قبل لا ناخذ الفاصل وفقرتنا الثانية بتكون إن شاء الله اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة في دبي عن خدمات عيادة الأسنان، وبيكون أيضا معانا اليوم الدكتور أو الدكتورة حصة محمد علي اختصاصي طب الأسنان وأيضا رئيس شعبة الأمراض الحادة
والمزمنة بالإنابة بهيئة صحة بدبي، وبنتحدث معها عن خدمات عيادة الأسنان. ولكن قبل الفاصل أيضا نذكركم مستمعين الأعزاء بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من المواطنين وكبار السن من المقيمين اللي فوق 60 سنة وأيضا اللي عندهم أمراض مزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد 19 في دبي. وأيضا مستمعين الأعزاء بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 لأخذ المواعيد وأيضا التقييم. ممكن يكون عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA. بناخذ فاصل مستمعين الأعزاء، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أما الآن مع فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعين الأعزاء وخدمات عيادة الأسنان. من الخدمات الطبية المميزة مستمعين الأعزاء اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في منشآتها الطبية وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، تأتي خدمات عيادة الأسنان اللي تعتمد الهيئة في تقديمها للمتعاملين على أحدث التقنيات وأفضل المعايير المعمول بها عالميا. بنتعرف اليوم أكثر مستمعين الأعزاء عن هالخدمات المميزة اللي تقدمها إدارة الأسنان أو خدمات الأسنان في هيئة صحة بدبي مع الدكتورة حصة محمد علي، اختصاصي طب الأسنان وأيضا رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة. دكتورة حصة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة حصة. أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة الإيجابية وشكرا على الحديث. إن شاء الله بشارككم أنا بعض المعلومات اللي بتساعد الجمهور وبتساعدكم للتعرفون على الخدمات اللي نقدمها إن شاء الله. والله دكتورة نحن أيضا شاكرين لك، يعني الشكر والتقدير لك ولفريق عملك دائما المبدع في يعني تقديم هاي الخدمات المميزة، خدمات اللي تخص الأسنان. دكتورة حصة، لو نتكلم معك أو تعطينا نبذة عن إمكانيات وأيضا تجهيزات عيادة الأسنان أو عيادات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. إن شاء الله. كمان كل حد يعرف يعني تم توقيف الخدمات لبعض من الوقت وقت الأزمة، والحمد لله رجعنا فتحنا العيادات 100% بعد التأكد من توفير الأجهزة المناسبة، من أهمها جهاز الشفط الخارجي للرذاذ، ويتم التعقيم الدوري بالشكل يعني في اليوم أكثر من مرة للتأكد أن يعني كل العيادات معقمة والأمور تمشي تمام يعني، وكل المراجعين نتم فحصهم بشكل يعني أول ما يدخلون المركز نتأكد إنه ما فيهم أعراض، ما فيهم حرارة، ما فيهم أي شيء الأعراض مال كوفيد 19، وبعد ذلك يتم العلاج يعني بعد التأكد من خلو المراجعين من الأعراض اللي هي فيها كوفيد 19. صحيح. طبعا دكتورة يعني خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي منتشرة في كثير من المنشآت الصحية في المستشفيات وأيضا في المراكز اللي تابعة للرعاية الصحية الأولية. لو نتحدث معاك دكتورة عن أهم الخدمات اللي توفرها هاي المراكز الخاصة بخدمات الأسنان للمتعاملين. نعم، نحن نوفر الخدمات طبعا جميعها اللي تشمل من فحص الأسنان، حشوات الأسنان، علاج العصب، التركيب، الخلع وزراعة الأسنان وكذلك التبييض.
تكون هاي الخدمات متوفرة في المراكز اللي هي الرئيسية، البدع، المزهر، الندى الحمر والبرشة. بالنسبة للأطفال، عيادات الأطفال تم نقلها المنثر والصفا لعلاج أسنان الأطفال. فيما ذلك، فيما عدا ذلك يكون الخدمات كلها متوفرة، وإحنا نستخدم كما تفضلت أحدث التقنيات في العلاج. مثال على ذلك، في علاج العصب نستخدم جهاز الميكروسكوب، في التركيبات نستخدم 3D، جهاز 3D. فما شاء الله هيئة الصحة والمراكز الرعاية الصحية الأولية up to date، يعني الحمد لله، يعني في السيرفز اللي نقدمه يعني. صحيح دكتورة حصة، أنا طبعا عندي تجربة جميلة جدا معاكم يعني بموضوع الأسنان. أنا من النوع اللي وايد أخاف من إبرة العصب وكانت فعلا يعني عندي مشكلة، وأحتاج إنه يعني علاج عصب بشكل كبير جدا، ولكن يعني الحقيقة طلعت بتجربة. أنا من النوع اللي عندي فوبيا من عيادة الأسنان دكتورة حصة، ولكن الحقيقة يعني طلعت بتجربة جميلة ورائعة جدا من مركز ند الحمر الصحي عيادة الأسنان. فالحقيقة أقدم لهم كل الشكر، ويعني نسيت اسم الدكتورة اللي موجودة. الحقيقة يعني مهارات واستخدام التقنيات الحديثة والخبرة لها دور كبير جدا يعني في يعني ثقة الشخص بالعلاج وسعادته، وأيضا يعني جميل جدا أن الواحد يطلع يعني بتجربة حلوة من يعني خدمات هيئة الصحة بدبي المختلفة. هاي واجبنا يعني، وهاي أور إيم في النهاية، أن يعني مجتمع سعيد وآمن وتبدأ الصحة من الفم. يعني إذا الأسنان صحيحة وسليمة، الإنسان يقدر يأكل ويمارس حياته بشكل يعني طبيعي. صحيح دكتورة، الدور اللي تلعبونه أنتوا الحقيقة يعني ليس فقط يعني علاجي، وإنما أيضا البرامج التوعوية، الحملات اللي تم تنفيذها خلال السنة، أيضا مثل ما أنت تفضلتي، لأن يعني علاج الفم وصحة الفم والأسنان واللثة مهمة جدا للإنسان، لأن إذا تم يعني عدم اهتمام بهذا الجانب واستوت مشاكل، قد تكون أيضا يصاحبها يعني هاي المشاكل في الفم إلى أمراض أخرى. صحيح صحيح كلامك. نعم دكتورة، لو نتكلم معك عن أبرز المشاكل أو أهم المشاكل الصحية اللي تستقبلونها أنتوا في عيادات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. أخوي، أكثر المشاكل المرضى يوم يراجعونا تسوسات الأسنان، ألم الأسنان، نزيف اللثة، فراغات بين الأسنان، يبون يعني يتكرون هاي الفراغات. أحياناً يجي المريض يشتكي من خراج في الأسنان، يطلع مثلاً بعض الروائح الكريهة، بعض الأحيان عدم الاصطفاف الأسنان بشكل صحيح، فيتم مراجعتنا، كسر في الأسنان، سقوط أو كسر في حشوة السن، فيتم مراجعتنا لهذه الأسباب يعني. نعم أيضاً دكتورة، هناك من الخدمات المميزة طبعاً اللي تقدمونها أنتو الخاصة بالأسنان، هناك الخدمات يعني إن صح التعبير التجميلية للأسنان، وخاصة يعني رغبة كثير من الناس لموضوع التبييض. لو نتكلم دكتورة عن خدمات التبييض اللي تقدمونها للمتعاملين في هيئة الصحة بدبي. نعم أخوي، بالنسبة للتبييض، التبييض نوعين، نوع التبييض الداخلي ونوع التبييض الخارجي. التبييض الداخلي يكون بعد علاج العصب أو بعد السقوط على السن، فيستوي لنفس تغير في اللون، discoloration احنا نسميها. ففي هاي الحالة نحتاج أن نحط بعض الحمض داخل الضرس ونخليه، وتم المراجعة المريض كل 3 أيام أو 4 أيام لتغيير المحلول، لين يوصل المريض ل يعني انه يكون راضي عن نسبه البياض السن. في هاي يكون موجوده في عيادات علاج العصب وتكون في المراكز الرئيسيه. ولكن بالنسبه للتبييض الخارجي، يتم تعرف مع الشرب القهوه والشاي. صحيح. والاكل بعض الاكلات اللي تسبب تصبغات الاسنان الخارجيه، هاي يتم عن طريق التبييض الخارجي، ويكون عندنا صراحه وايد طلب على هاي الخدمه، فرجعنا نوفرها في الحين متوفرة حاليا في مركز البدع الصحي، وإن شاء الله مع الأوقات بنوفرها في المراكز الأخرى مثل ما كنا سابقا قبل أزمة كورونا.
حاليا اللي يقوم بها هي أخصائي الصحة الفموية والتنظيف خلال جلسة واحدة تستغرق تقريبا ساعة. يتم تأبيض الأسنان بالحمض ومع اكتيفيشن بالليت، فيستوي تغيير في درجة اللون السن. في بعض العلاج، بعد العلاج ممكن يحس المريض بشوية تحسس وتين كم من يوم، بعدين يخف التحسس. ثاني شيء ننصحه أنه لا يشرب ولا يأكل هاي الأشياء اللي تسبب التصبغ، ويعني وتكون الحمد لله يعني المرضى معظمهم يرجعون ونسب يعني راضيين بالتغير درجة الأسنان يعني. نعم. فهاي النبذة بسيطة عن التبييض. صحيح. دكتورة تفضلتي أنت بأهمية صحة الفم الحقيقة، وعندنا آخر يمكن 3 دقائق إذا في نصيحة تحبين توجهينها لأفراد المجتمع بأهمية صحة الفم. أهمية صحة الفم مثل ما تفضلت وقلت إن إحنا يعني رجعنا الخدمة، فنشجع المرضى على المراجعة الدورية رقم 1. رقم 2 ما يتريى إنه يحس بالألم عسب يراجعنا، نحن موجودين في خدمة المجتمع. ثاني شيء مراكز موجودة والخدمات اللي نقدمها يعني الحمد لله نفس ما تفضل إنه بأجود الخدمات والتقنيات، فشجع الأفراد المجتمع بمراجعتنا ولا يتريى إنه يحس بألم عسب يراجعنا. ثاني شيء الأكل الصحي له دور مهم يعني في صحة الفم والأسنان، شرب الكثير من الماء يساعد بعد في تقليل مثل ما تقول يوم الواحد ياكل وشي نسبة الشكر وشي، يعني شرب الكثير من الماء، الأكل الصحي، ونحن موجودين أنصحهم طبعا بالفحص الدوري للأسنان حسب لو في أي شيء نتفادى من البداية، ما نتريى أن الشيء يسوي أكبر ويتفقم وآخر شيء يخسر سنة. ونفس ما تفضلت في البداية إنه إذا صح الفم والأسنان صح يعني سليمة يقدر يأكل ويشرب الإنسان وهو سليم يعني مرتاح ما عنده أي مشكلة. صحيح. فننصحهم بالمراجعة الدورية ومراكزنا مفتوحة ونحن في خدمتكم، ودمتم صحة وسعادة إن شاء الله. دمتي بصحة وسعادة دكتورة حصة محمد علي، اختصاصي طب الأسنان ورئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي. كل الشكر والتقدير لك دكتورة حصة. العفو. شكرا لكم. العفو. مستمعينا الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الجميلة اليومية فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان فوائد الشوفان الصحية. طبعا الكثير يعرف فوائد الشوفان، ولكن إن شاء الله اليوم نحن بنتعرف عن فوائد الشوفان وقيمته الغذائية، وبتكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة آلاء عبد الحميد. فخلكم معانا مستمعين الأعزاء وأكثر عن الشوفان وفوائد الصحية بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان الشوفان وفوائده الصحية. نحن دائما نسمع مستمعينا الأعزاء عن الفوائد الصحية والغذائية للشوفان الذي يقبل عليه طبعا الكثيرون منا على تناوله خلال الفترة. ما هو الشوفان وما هي أيضا قيمته الغذائية، وأيضا شو علاقة الشوفان بخفض الوزن ومحاربة السمنة؟ كل هالأمور مستمعينا بنسمعها أكثر مع الأستاذة آلاء عبد الحميد أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. أستاذة آلاء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح النور والسعادة. حابين نسمع منك أكثر أستاذ آلاء،
عن الشوفان وأيضا فوائده وقيمته الغذائية، ومثل ما ذكرنا بأن أكيد هناك في علاقة بين الشوفان وأيضا خفض الوزن ومحاربة السمنة. أكيد. أول إشي بدي أتحدث إنه عن الشوفان، إنه يعتبر الشوفان من الحبوب اللي نقدر نتناولها في أي وقت وأي وجبة خلال اليوم. هلأ بالنسبة للسعرات الحرارية اللي بيحتوي عليها الشوفان، بيحتوي 3 كوب من الشوفان تقريبا على 80 سعرة حرارية. هلأ بدي أتطرق لموضوع فوائد الشوفان. الشوفان بيحتوي على نسبة عالية من الألياف، هاي الألياف اللي موجودة في الشوفان بتساعد على الإحساس بالشبع، وبتساعدنا على ضبط مستوى السكر في الدم، وبتحل مشاكل الإمساك للناس اللي بتعاني من الإمساك. بيحتوي الشوفان كمان على مادة الإنستيتول، هاي المادة اللي موجودة في الشوفان بتساعدنا على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم. بالإضافة لذلك إنه كمان الشوفان بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتقينا من السرطانات المختلفة، وخصوصا سرطان الأمعاء. بعدين كمان ما رح ننسى إنه في للشوفان فوائد عديدة بالنسبة للبشرة. بيحتوي الشوفان على فيتامين إي وفيتامين بي، وهدول الفيتامينين مهمين للحفاظ على البشرة. أما بالنسبة للناس اللي بتعاني من الأرق، الشوفان بيحتوي على تريبتوفان، هذا التريبتوفان بيحفز الجسم على النوم. كمان يعتبر الشوفان مهم للرياضيين ولكبار السن، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالنشويات الأخرى. زي ما بنعرف أن الرياضيين بيحتاجوا لكمية عالية من البروتين على أساس أنه تساعدهم لممارسة التمارين الرياضية. وكبار السن إحنا بنعرف أنه كل ما الإنسان بيكبر بالعمر بيفقد جزء من الكتلة العضلية، فبيحتاج أنه يعوض عن طريق البروتينات، فإحنا بنحفزهم أنهم يستهلكوا كميات من الشوفان. هلأ بدي أتطرق لموضوع كيف ندرج الشوفان بالحمية الغذائية. فينا نستخدم الشوفان نخلطه بالماء أو بالحليب، وممكن نحليه يعني نستعيد عن بدل السكر، نحليه هذا الشوفان بالعسل، الزبيب، ممكن نضيف إلى مكسرات، وهي تعتبر وجبة متكاملة من وجبات الإفطار. هلأ بالنسبة للغداء والعشاء، فينا نستخدم الشوفان كنضيفه للشوربة مع شوربة الدجاج أو شوربة الخضار. بالإضافة إلى ذلك ممكن نضيف الشوفان للرب، فبيكون وجبة ذات قيمة غذائية عالية. وبالأيام هاي كمان صرنا نستخدم الشوفان بالحلويات، هنا صرنا نضيفه للكيك، للكوكيز، فصاروا يدخلوه بالنسبة للحلويات. هلأ بالنسبة للسؤال اللي سألتني إياه، إنه هل يعتبر الشوفان مفيد لتنزيل الوزن ولا لا؟ إحنا نعتبر الشوفان هو سلاح ذو حدين، فينا نستخدمه لزيادة الوزن وفينا نستخدمه لتنزيل الوزن. هذا بيعتمد على كمية الشوفان اللي بنستهلكها خلال اليوم. هلأ بالنسبة لتنزيل الوزن، تقريبا فينا نستخدم من 2 ملاعق لـ3 ملاعق باليوم من الشوفان لتنزيل الوزن. أما بالنسبة لزيادة الوزن، إذا استهلكنا كمية أكبر من هاي الكمية، أكثر من 3 إلى 4 ملاعق في اليوم، هيك بنكون استخدمنا الشوفان لزيادة الوزن. نعم. أستاذة آلاء، شكرا لك، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. أهلا. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة آلاء بأن دائما الإفراط، سواء يعني إذا أكل صحي، الإفراط فيه دائما له آثار جانبية. ففعلا الشوفان له فوائد غذائية وله قيمة غذائية جيدة في للإنسان، ولكن أيضا الإنسان لابد أنه يعرف الكمية اللي يحتاجها أو حصته اليومية من الشوفان، لأن إذا زادت الحصة اليومية فمعناته أنه ممكن تكون هناك بعض الأعراض أو أيضا زيادة في السمنة. ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الثانية والأخيرة لهذا اليوم، فقرة صحة الطفل، واليوم تحت عنوان أمراض الدم عند الأطفال. طبعا من اللحظة الأولى لولادة الطفل وتبدأ الأسرة بشكل دائم بمراقبة نمو الطفل ومعرفة حالته الصحية بشكل عام، وهذه المراقبة مستمعين الأعزاء تكون بالغة
الأهمية للأم بدرجة أكبر، وخاصة أنها تساعد هاي المراقبة على الكشف المبكر لبعض الأمراض ومنها أمراض الدم والأورام. لأهمية هذا الموضوع اليوم معنا عبر الهاتف الدكتور هاني حماد، أخصائي أول أمراض الدم والأورام عند الأطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتور هاني صبحك الله بالخير والعافية. ما علي، ننتظر الدكتور هاني وناخذ معاكم عيل اليوم. مصطلحنا لهذا اليوم تحت عنوان الانسداد المعوي، يعتبر طبعا عبارة عن انسداد يمنع الطعام أو السائل من المرور من خلال الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة اللي يسمى بالقولون. قد تتضمن طبعا أسباب الانسداد المعوي الأشرطة اللي فيه من النسيج الالتصاقات في البطن. معنا دكتور حماد. نعم، حياك الله. مرحبا دكتور، صبحك الله بالخير والنور والعافية. بالنور والسرور، السلام عليكم على المتابعين الكرام إن شاء الله. وعليكم السلام والرحمة دكتور. نحن في البداية الحقيقة يعني تطرقنا إلى أهمية اللحظة الأولى لولادة الطفل وكيف يعني تبدأ الأسرة أو الأم بشكل خاص لمراقبة نمو الطفل ومراقبة حالته الصحية، وهي طبعا لها أهمية بالغة الحقيقة في الكشف في بعض الأحيان عن بعض الأمراض المزمنة. واليوم إن شاء الله بيكون حديثنا معاك الدكتور عن أمراض الدم عند الأطفال. دكتور حماد، نتعرف أو نود التعرف بأهمية أمراض الدم والأورام وشو نوعيتها اللي يمكن أن تواجه الأطفال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، القسم عندنا في مستشفى دبي تأسس تقريبا سنة 1990، وإحنا نعالج الأطفال هم دون سن 13 سنة المصابين بأمراض الدم والأورام. القسم صار منفصل علاج الأطفال عن الكبار تقريبا سنة 2000. خلينا نقول إحنا نعالج ونشخص ثلاث جروبات أو ثلاث مجموعات من الأمراض عموما. في أمراض الدم الحميدة اللي هي لها علاقة بالأنيميا، نقص الصفائح الدموية، مشاكل المناعة، الكريات البيضاء، وفي ما نسميه بأمراض الدم غير الحميدة ومن ضمنها أورام الغدد الليمفاوية وأمراض الدم اللي هي اللوكيميا أو بيضاض الدم نسميها بالعربي. والنوع الثالث والمهم هو أمراض الأورام الصلبة. الأورام الصلبة تكون أورام الدماغ، الجهاز العصبي، أورام الكلى، أورام الكبد، وأورام العظام، والأورام أحيانا تصيب بعض الأعضاء الأخرى كالجهاز التناسلي عند الأطفال مثلا أو حتى الجلد. مثل ما تفضلت بداية، خلنا نقول إحنا بالنسبة لنا إحنا في مستشفى دبي اللوكيميا تقريبا حوالي 30-35% اللي هي بيضاض الدم. طبعا الفترة الأولى تبدأ من عناية الأم أو السيدة الحامل بنفسها أثناء فترة الحمل، لأنه في بعض الأشياء اللي هي بعض الأورام أو بعض مشاكل الدم عموما تكون لها علاقة مباشرة بحالة الأم أثناء فترة الحمل. يستحسن دائما الفحص الوراثي بالنسبة للأم أو الزوج والزوجة قبل الزواج، هذا يقين الكثير جدا من أمراض الدم مثل الثلاسيميا على سبيل المثال، اللي يمكن اكتشافها أو التنبؤ بأنه ممكن الأطفال قد يولدوا مصابين بهذه الأمراض مثل مرض الثلاسيميا على سبيل المثال. صحيح. عموما الأعراض هي كثيرة. الأعراض الأولى يعني مثلا اللوكيميا على سبيل المثال، شحوب الطفل يكون عمره مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات، تلاحظ الأم أو الأب أو اللي هم اللي لهم علاقة لطيفة بالطفل إنه الطفل صار عنده شحوب، يعني صار أبيض بسبب نقص الخضاب أو نقص الهيموغلوبين في الدم. صحيح. من الأعراض الثانية وجود آثار للكدمات بصورة مستمرة، يعني الأم تقول مثلا الطفل ما طاح ولا كذا ولا كذا بس عليه آثار كدمات، أو إن الطفل يجيك بنزيف من اللثة أو من الفم أو نزيف مثلا على سبيل المثال من الأنف
الأطفال حديثي الولادة أو اللي هم لهم علاقة مثلا خلينا نقول في الشهر الأول من بعد الولادة ممكن يحصل نزيف من السرة اللي هي قبل ما تطيح السرة يكون في نزيف بصورة ملاحظة مثلا، وهذا يؤدي إنه يكتشف بعد قليل الطفل مصاب مثلا بنوع من أمراض الدم اللي هي فيها لها علاقة ب abnormalities أو أشياء غير طبيعية في عوامل التسيل سيولة الدم أو نسميها مشاكل مثل اللي هي الهيموفيليا for example على سبيل المثال. أشياء ثانية كثيرة جدا على سبيل المثال الحرارة المستمرة، النقص في وزن الطفل بدون سبب مباشر، ودائما النقص نقول يعني أكثر من 10% من الوزن الأول للطفل، هذا شوية خلينا لازم الأم أو الأب في هذه اللحظة إنه يحضر الطفل للطبيب لزيارة الطبيب حتى نعرف إذا في فحوصات أو أشياء. فقدان الشهية من الأشياء أيضا اللي ممكن نركز عليها، الوهن أو التعب المستمر، يعني الطفل ما يقدر يؤدي الواجبات اللي هو مثلا يعملها، تلقى دائما طايح راقد، في نوع من الكسل والخمول، هاي بعض من الأشياء اللي إحنا دائما نفكر فيها. من الأشياء خلينا نقول الغير جيدة اللي ممكن تحصل في الطفل لا قدر الله، عدم التوازن في المشي على سبيل المثال، تشنجات، مشكلة في النطق، في الحركة، هاي كلها أشياء تدل إنه ممكن الطفل لا قدر الله يكون عنده بعض الأورام اللي ممكن تصيب الجهاز العصبي على سبيل المثال مثل أورام الدماغ. صحيح دكتور هاني، يعني تفضلت أنت يعني تطرق لكثير من الأعراض اللي ممكن أن يلاحظ على الطفل، فسؤالي متى ممكن يتم ملاحظة هاي الأعراض؟ هل هي ممكن أن يتم، لأن احنا في بداية حديثنا قلنا أن هاي اللحظة الأولى لولادة الطفل تكون مهمة لمراقبة يعني وضع الطفل والكشف عن بعض الأمور، هل دكتور الأعراض اللي تفضلت فيها ممكن أن يتم يعني معرفتها خلال يعني الشهور الأولى، أو متى ممكن يتم يعني معرفة هاي الأعراض كلها؟ طيب الأعراض هي طبعا يعني تختلف أول شيء باختلاف سن الطفل، لأنه في بعض الأورام تظهر في الأطفال في عمر مثلا 3 أو 5 سنين الأولى. صحيح. في أورام نعرفها مثلا مثل أورام مثلا الغدد الليمفاوية زي الهوتشكين الليمفوما مثلا، تظهر في الأطفال نسميهم في تين إيجرز، يعني الأطفال اللي يكونون فوق 10 سنين مثلا. فتختلف باختلاف عمر الطفل وباختلاف الورم، يعني مثلا أورام الدم غالبا تظهر ممكن في الأطفال من حديثي الولادة، يعني مثل ما قلت لك الطفل مثلا تلاحظ الأم أن عنده تضخم في الكبد أو تضخم في الطحال، تحمم الطفل مثلا لاحظت في كدمة أو آثار أو عبارة عن ورم مثلا موجود في جزء معين من جسم الطفل، هذه أشياء لازم الأم تكون حريصة وما تتأخر حقيقة في البحث عن المساعدة الطبية اللازمة. صحيح. فهي تختلف، على سبيل المثال مثلا يجون أطفال عندهم أورام في الريتنا أو في الشبكية، شبكية العين، هذول يلاحظوا أن الطفل مثلا عمره 2 سنين ولما يأخذون صورة يلقون أن بؤب العين مش أحمر، تعرف اللي هي إضاءة الكاميرا مرات كثيرة تعطيني لون أحمر بالنسبة لبؤب العين، فالأم تكون مثلا فاهمة أو عارفة فتبعث الطفل للطبيب ويتضح أن عنده ورم في الشبكية مثلا على سبيل المثال، فهي تختلف باختلاف الورم وتختلف باختلاف أيضا عمر الطفل. صحيح دكتور، أنت ذكرت بأن يعني دور الأم بالأخص يعني أو الأسرة مهم جدا، فلو تحدثنا دكتور يعني شو اللي يحتاج أو ينبغي على الوالدين العمل به إذا يعني تم اكتشاف أي من الأعراض اللي نحن تحدثنا معاك فيها دكتور اليوم الخاصة للدم أو الأورام عند الطفل؟ طيب هو طبعا كما يقال الوقاية خير من العلاج. صحيح. يعني أنا يعني من الأشياء المهمة جدا اتباع نظام غذائي يكون صحي، البعد عن الأشياء، لأنه الآن إذا تكلمنا الآن مثلا حد يقول لي مثلا هل السرطانات زايدة ولا مش زايدة، يعني ما في شيء، ما في أرقام بالنسبة لنا أقولها يعني خلينا نقول مثبتة 100% إنه في زيادة أو في كذا. صحيح. تقريبا النسب في الفترة الأخيرة يعني تقريبا متقاربة، لكن اللي يبدو انه بعض اللي هي الاشياء خلينا نقول الخاطئه مثل النظام الغذائي غير الصحي،
السهر. الأطفال الآن صار عندهم مثلا يسهرون لين الساعة 11-12 على الألعاب الإلكترونية والأشياء اللي هي ممكن تكون من الأسباب. لأنه المشكلة اللي تصير دائما في أمراض الدم والأورام إنه يكون في مشكلة في الجهاز المناعي. صحيح. والجهاز المناعي هو اللي يسيطر على اللي هي التوازن بين الخلايا المنتجة والخلايا اللي تموت. يعني إحنا عندنا شيء نسميه أبوبتوزيس أو بروجرام هيلث ديث، يعني سيل ديث. في عندك في كل جسم الإنسان خلايا تتكون جديدة وخلايا تموت. صحيح. فهذا التوازن. صحيح. هذا التوازن تحت نظام الله عز وجل وضعه، تحت نظام اللي هو الجهاز المناعي. فيوم الطفل ما يأكل أكل صحي صحي سليم، ما يمارس رياضة بصورة جيدة، خمول، سهر، هاي كلها تؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي، فتصبح الخلايا المتكاثرة أقل من الخلايا الميتة. صحيح. لأن الدكتور أيضا عفوا للمقاطعة الكثير. نعم. يعتقد بأن يعني تقوية الجسم وتقوية الجهاز المناعي لدى الجسم فقط بالتغذية، ولكن نحن دائما نقول ومثل ما ذكرت الدكتور بأن إذا كانت هناك يعني أو الشخص عنده نمط حياة غير صحية أو أكل غير صحي أو النوم غير صحي، السهر. نعم. هاي الأشياء أيضا تقلل دكتور من يعني من قوة مناعة جسم الإنسان. نعم صحيح، تأثر على كفاءة الجهاز المناعي، بالتالي يصير عندي أن الطفل عنده قابلية أنه يصاب لا قدر الله بأمراض الدم والأورام. ويأتي الفاكتور أو اللي هو الجزء الثاني أو اللي نسميه البيئي، التعرض مثلا للستريس، تعرض لفيروس، تعرض لأنواع معينة من خلنا نقول من الكيماويات، من كذا من كذا، يصبح أن الطفل عرضة أنه يصاب بأمراض الدم أو بأمراض الأورام. فالجزء الأكبر على الأب والأم حاليا أو في الوقت يعني أن الطفل غير مصاب له اتباع منهج أو نظام حياة خلنا نقول صحي. الشيء الثاني، وجود أي شيء غير طبيعي في الطفل، ينبغي أن الطفل يعرض على الطبيب المختص بأسرع ما يمكن، لأن دائما الأورام تعرف أستاذ دائما تكون على درجات. فيوم يجيك الطفل مثلا في الدرجة الأولى من الورم أو الدرجة الثانية اتصال جراحي وخلاص يعني إن شاء الله يكون يتعالج بحول الله عز وجل. غير ما يجيك مثلا والورم منتشر ورايح على أماكن ثانية من الجسم، يصبح العلاج نوعا ما في صعوبة. فأي شحوب، أي فقدان في الوزن، أي من الأعراض اللي قلناها، ينبغي أن الأب أو الأم أو الوالدين يأخذون الطفل للطبيب المختص بأسرع ما يمكن. صحيح. دكتور هاني، نحن تحدثنا عن يعني الأعراض بالنسبة لأمراض الدم عند الأطفال، ودائما دكتور كثير من الأمراض يعني الوقت اكتشاف المبكر للمرض دائما في مصلحة الطبيب، عفوا في مصلحة الطفل أو المريض. نعم. وأيضا في مصلحة يعني فريق الطبي المعالج. نعم. لأنه ممكن أن يكون يعني نتائج العلاج أو أخذ فترة العلاج بشكل أفضل. لو نتكلم دكتور عن أهمية الاكتشاف المبكر الخاص للأطفال إذا تعرضوا لمثل هاي الأمراض اللي هي أمراض الدم. نعم. هو مثلا على سبيل المثال يجيك طفل مثلا بشحوب، إذا اكتشف هذا الشحوب من البداية أستطيع أن أنا أشخص المرض، شو سبب الأنيمة أو سبب الشحوب عند الطفل قبل ما يجينا الطفل مثلا بتضخم في الكبد بسبب الأنيمة، تضخم في الطحال. نعم. نقص حاد في الهيموغلوبين يؤدي إلى مشاكل في القلب، لأن القلب هو مسؤول عن ضخ الدم لباقي أجزاء الجسم. الطفل لما يجيك وما يحتاج نقل الدم، غير ما يجيك والهيموغلوبين عنده نازل، تضطر أنك أنت تدخله لنقل الدم. صحيح. أحيانا يحصل عنده رياكشن من الدم، يدخل الآي سي يو، العناية المركزة، أشياء كثيرة جدا أنا ممكن أتلافاها إذا جاني الطفل وشخصته في المراحل الأولى من مراحل العلاج. أيضا وهذا بالمناسبة ينطبق على كل أنواع الأورام الثانية، يعني ديك طفل مثلا من البداية تلاحظ الأم إنه يمكن استيعابه شوية صار أقل شوية في المدرسة، صار الطفل شوية مزاجي، صار نيرفس شوية، يعصب، مزاجي. يجيني مثلا وأبدأ أسوي له مثلا سكانز أو صور للدماغ وأكتشف لا قدر الله إنه عنده ورم في الدماغ، غير ما يجيني وعنده تشنجات وعنده مثلا عدم قدرة على الرؤية، عدم قدرة على المشي، يصير الورم يعني كبر في الحجم ويصبح العلاج في هالحالة يمكن أصعب شوية. صحيح. دكتور نحن الحقيقة يعني نتمنى يعني الصحة والعافية لكل الأطفال وبالأخص اللي عندهم
مثل هاي النوع من الأمراض. في آخر دقيقتين دكتور عندنا نقطتين حابين يعني نتناقش معاك فيها. الأولى هي عن إمكانيات هيئة الصحة بدبي لوقاية وعلاج الأطفال من أمراض الدم والأورام، وأيضا يعني النقطة الثانية نصيحة تحب تقدمها. نحن طبعا تطرقنا اليوم للكثير الحديث عن هذا الموضوع، نصيحة تحب توجهها بالأخص للأم اللي عندها يعني مثلا طفل مصاب بهذا، كيف يتم إدارة الحالة بشكل مستمر؟ صحيح. طيب جزاك الله خير. الهيئة الصحة في دبي ومستشفى دبي عموما احنا اللي القسم المسؤول من علاج الأورام وأمراض الدم عند الأطفال، الحمد لله الخدمات الموجودة التشخيصية والعلاجية هي على وفق الستاندر العالمي اللي موجود، يعني روح أي سنة في العالم على نفس المستوى إن لم يكن أفضل الحمد لله. الكادر الطبي، الكادر التمريضي اللي موجود، الخدمات سواء تشخيصية من أشعة ورنين مغناطيسي، من معامل مجهزة، الحمد لله إحنا على مقدرة. إحنا سوينا تقييم ريسيرش أو بحث على 5 سنوات الأخيرة، بعض الأورام نسبة الشفاء عندنا الحمد بحول الله عز وجل بلغت 87.8 في بعض السنوات 85 حول العالم، يعني عندنا النسبة تقريبا 87%، فهي نسبة ممتازة والحمد لله. صحيح. فدائما الحمد لله يعني الخدمات الموجودة خدمات على أكبر المستويات الموجودة على مستوى العالم. صحيح. الشيء الثاني بالنسبة للنصيحة أخيرة مثلا اللي هي التغذية والنظام الصحي بالنسبة للأطفال مهم جدا. السبورت، يعني احنا الحمد لله رب العالمين يعني كشعوب وككذا عندنا نوع من السبورت والدعم بالنسبة للأطفال المصابين بهذا المرض، تلقى الأسرة كلها ملتفة حول الأب. صحيح. والأم لأن العامل النفسي مهم جدا في هذه النواحي. دكتور هاني اعتذر منك بسبب يعني انتهاء الوقت، وثق تماما ان شاء الله ان يعني بنرتب معاك ان شاء الله حلقه ثانيه بنتطرق للامور الاخرى. الدكتور هاني حماد اخصائي اول امراض الدم والاورام عند الاطفال بهيئه الصحه بدبي، كل الشكر والتقدير لك. حياك الله شيخ. الله يحييك دكتور. مستمعينا الاعزاء مع فقره صحه الطفل وصلنا الى نهايه فقرتنا لهذا اليوم، واتمنى ان شاء الله ان الحلقه قدمت لكم المعلومات المفيده. وهذا هو دائما مستمعينا الاعزاء نهج هيئه الصحه بدبي نحو مجتمع اكثر صحه وسعاده. اشكر فريق العمل اليوم، فريق الاعداد بهيئه الصحه بدبي وفي التنسيق والمتابعه الاخت اسراء الهاشمي، ومخرجنا المتالق الاستاذ نمر محمد، وايضا المخرج الاستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.